كلنا بنحب توفير الوقت، خصوصا لو هيتعلق بالبرودكتيفيتي او زيادة الانتاجية في الاستخدام. علشان كده انا جمعت ليكم افضل 10 حيل لتوفير الوقت في نظام ويندوز عموما. خليكم معايا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم، انا محمد غراب. النهاردة جمعت لكم افضل 10 حيل لادخار الوقت وزيادة الانتاجية عند استخدام نظام ويندوز. النظام طبعا ده اكثر رواجا وشهرة لاجهزة الكمبيوتر الشخصية واجهزة اللابتوب. طيب بعد هذه الحيل والمميزات متوفرة لنظام ويندوز في المطلق، يعني اي اصدار، في حين ان بعض الاخر حكرا على نظام ويندوز 10، لكن في النهاية يعني انا جمعت الحيل دي بتعمل على يعني كجزء من تجربة نظام ويندوز عموما. انا جربت ونفذت وشرحت كل الحيل ديت ومميزات ونصايح دي على اخر تحديث من نظام ويندوز، وقت يعني تسجيل الشرح ده كان اصدار ويندوز 1903 تحديث شهر اكتوبر 2009. ومع ذلك يعني كل الحيل المذكورة بتشتغل على اصدارات ويندوز الاقدم، يعني مش شرط ويندوز 10. ممكن اول حيله، لو انت في كذا نافذه مفتوحه تهت وسطهم وعايز يعني تعمل ابراز لنافذه معينه، تمسك النافذه وبتهزها بالطريقه دي، وعشان ترجع كل شيء زي ما كان تاني وتهزها بيرجع كل شيء زي ما كان. تاني حيله، احنا هنتعلم ازاي نرتب النوافذ على شاشه واحده بغرض المالتي تاسكينج، وده بيتم ان انت بتمسك اي نافذه زي دي كده مثلا متصفح وبتجيبها في جنب الشاشه اليمين كده، بيتم ترتيبها على او بيتم وضعها على الجانب اليمين، وبتختار النافذه اللي على جهه اليسار من خلال النوافذ اللي بالطريقه دي. كده يبقى انا قسمت الشاشه جزئين، اقدر ان انا اشتغل هنا عادي واقدر ان انا اشتغل على النافذه دي عادي. طيب في طريقه تانية ممكن نخلي نقسم الشاشه لاربع نوافذ، وهي اللي احنا بنمسك اي نافذه بالشكل ده وبنوديها لحد الكورنر الزاويه بتاعه الصفحه، بيتم ترتيبها بالشكل ده، وبنجيب نافذه تانية بنفس الطريقه للكورنر التاني، وبنجيب نوافذ تانية طبعا للكورنر اللي تحت ده، تمام، وبنختار النافذه الرابعه من هنا. طيب يبقى احنا كده عندنا اربع نوافذ نقدر نشتغل عليها بطريقه عاديه جدا. تالت حيله هي القائمه السريه باور مينيو، ودي بتحتوي على عدد كبير من الاختصارات المهمة للبرامج والمهام والوظائف المدمجة في نظام ويندوز، ونقدر نحصل عليها ان احنا بنروح على زر قائمة ستارت ونضغط رايت كليك بتظهر لينا القائمة، وممكن من الشعار ويندوز وحرف اكس بتطلع لنا القائمة، وبنقدر نوصل من خلالها لبعض المميزات وبعض المهام المهمة زي الويندوز باور شيل والكمبيوتر مانجمنت والديسك مانجمنت والنتورك كونكشن والسيستم والاعدادات بتاعته واعدادات الباور وما الى ذلك. رقم 4، ميزة سطح المكتب الافتراضي. ممكن بالضغط على شعار ويندوز مع زر التاب بيتم يعني عمل كذا فيرتشوال ديسكتوب، في ديسكتوب واحد وديسكتوب اتنين، وممكن تنشئ عدد لا نهائي من اسطح المكتب الافتراضية. طيب الميزة اللي احنا بنستفيد بيها ان مثلا انت بتخصص الديسكتوب رقم 2 لشغل الجرافيك وشغل المونتاج مثلا زي ما انا عامل بالطريقه ديت، تمام، فاتح فوتوشوب وفاتح دافينشي ريزولف، ولما احب ارجع للديسكتوب اللي هو بتاع الشغل العادي جدا ما انا مخصص له الديسكتوب رقم 1 اللي بتصفح من خلاله الانترنت ويعني وبعمل شغل الطبيعي عليه. رقم 5، احنا ازاي نفتح تطبيقات شريط المهام من لوحه المفاتيح. يعني عندك مثلا التطبيقات اللي هنا من يعني بتسيب علامه البحث وبتسيب علامه الفيرتشوال ديسكتوب، وكل البرامج اللي هنا ممكن تفتحها من خلال لوحه المفاتيح. يعني ده البرنامج رقم 1 وده برنامج رقم 2 وده برنامج رقم 3، وعلشان نطلب البرنامج بنضغط على الويندوز كي وبنختار رقم 1، رقم 1 هيفتح لنا برنامج رقم 1، ولو ضغطت تكرار الضغط على رقم 1 هيجيب لك النوافذ الفرعيه، ولو ضغطت على رقم 2 اللي هو جوجل كروم هيفتح صفحه جوجل كروم جديده، تمام، وعندك رقم 3 اللي هو كوماند برومبت، لو ضغطت على شعار الويندوز رقم 3 هيفتح البرنامج. رقم 6، ازاي تميز عناصر شريط المهام من خلال الويندوز كي وحرف التي. زي ما انتم شايفين كل ما بتكرر الضغط على زر التي كل ما بتقدر تتنقل او تميز العناصر اللي موجودة في شريط المهام. اما الحيلة رقم 7 هي ازاي تعمل امر تشغيل لاي برنامج من نافذة رن. طيب انت بتجيب نافذة رن من خلال ويندوز كي وحرف الار، لو كتبت مثلا اسم برنامج
فوتوشوب وضغط اوكي هيتم فتح برنامج الفوتوشوب بشكل فوري. علشان نعمل كده بتروح للمسار زيس بي سي والكورس سي وبعد كده ويندوز بعد كده سيستم 32 وبتجيب اختصار باسم البرنامج، بس لازم يكون طبعا زي ما انتم شايفين الاختصار هو ده الاسم بتاعه هو اللي انت هتطلبه من قائمة ران، وتجيبه تحطه في سيستم 32 وبكده تقدر تطلب البرنامج من نافذة ران بشكل سهل وبسيط زي ما اشرنا قبل كده. رقم 8 هنتعلم ازاي نعمل اختصار من لوحة المفاتيح لفتح اي برنامج من اي مكان. احنا هنجرب على برنامج بنت او الرسام بتاع ويندوز على سبيل المثال. بتجيب الفايل بتاع برنامج وبتضغط رايت كليك وبعد كده بروبرتيز، بعد كده في التبويب اسمه شورت كات، في حاجة هنا اسمها شورت كات كي، تمام؟ هتضغط عليها هنا وتختار مثلا اي اختصار، يعني كنترول شيفت بي على سبيل المثال. زي ما انتم شايفين بيظهر الاختصار اللي احنا ضغطنا عليه من لوحة المفاتيح هنا، بعد كده بتضغط على ابلاي، بعد كده بتضغط على اوكي. طيب دلوقتي احنا لو جينا ضغطنا على الاختصار ده من لوحة المفاتيح كنترول شيفت بي هيتم فتح برنامج الرسام بشكل فوري. الميزة رقم 9 وطبعا دي ميزة روعة جدا، تغيير عناصر قائمة سنتو. الميزة المهمة دي بتفيد الناس اللي هي غرقانة في العمل مع ملفات ليل ونهار. قائمة سندتو دي ميزة مألوفة ومفيدة تستخدم في إرسال الملفات عبر أي برنامج أو تقنية معينة. الأمر ده يعني بيخلي حياتك سهلة جدا. علشان يعني نفتح قائمة سندتو بتجيب قائمة رن وبتكتب فيها الأمر شيل. الأمر ده طبعا موجود في الديسكريبشن، موجود في صفحة الموضوع النص على موقع غرام. بعد كده بتكتب شيل نقطتين فوق بعض سندتو، بعد كده بتضغط على اوكي بيفتح المسار ده، تمام؟ انا مثلا يعني بشتغل مع صور كتير، فبحب ان انا مثلا ايه بدل ما ادوس اوبن او اختار اوبن ويز وافتح بالفوتوشوب، فعايز مثلا ان انا لو اخترت سند 2 ابعتها للفوتوشوب دايما، فالقائمه دي اللي مسؤول عن كده. طبعا المسار بتاعها يعني طويل شويه، فاحنا هناخد الاختصار بتاع البرنامج ونحطه في القائمه او في الفولدر ده بالشكل ده، تمام؟ كده احنا يعني ضفنا الفوتوشوب لهذه القائمة. طيب اجي لأي صورة مثلا اضغط على رايت كليك، بعد كده اروح على سين 2 لقيت هنا الفوتوشوب، مجرد ما هضغط عليها كده هيتم فتح الصورة في الفوتوشوب بشكل مباشر جدا، وده امر طبعا بيسهل الدنيا شوية عليك كمستخدم بتتعامل كتير مع برامج كتير. اخر حيلة اللي هي رقم 10 هي اخذ لقطات فورية ومتعددة للشاشة اللي هو برينت سكرين. طيب بدون ما يعني نحتاج لأي برنامج طرف ثالث، انت بمجرد الضغط على وين كي وزر البرينت سكرين بيتم اخذ صورة زي ما انت شفتوا الفلاش اللي حصل من شوية. ممكن تفتح اي حاجة وتاخد تدوس على ويندوز كي وتدوس على برينت سكرين بياخد الصورة، وممكن تفتح اي حاجة تانية او اي برنامج كده وبعد كده تدوس على نفس الاختصار ويندوز كي وبرينت سكرين. كل الصور دي هتلاقيها متسيفة في اليوزر بتاعك اللي باسمك مجلد اليوزر، وبعد كده بتروح على بيكتشر، وبعد كده هتلاقي حاجة اسمها سكرين شوتس، هتلاقي كل الصور اللي احنا اخدناها موجودة بالشكل ده، تفتحها وتتصفحها عشان تتأكد من وجودها بشكل سليم. بكل بساطة كده انتهت الحلقة. اتمنى ان الحيل والخدعة دي مفيدة ليكم وتستفيدوا منها دايما بشكل مستمر، هتوفر عليكم وقت كتير وهتسهل عليكم حياتكم. وفي النهاية ما تنسوش كالعادة اللايك والشير وسبسكرايب، عايزين يا جماعة يكون في نشاط شوية على القناة، يعني 2000 مشترك ده يعني شيء محبط للغاية يعني، فساعدونا اللي احنا ننتشر. شكرا جزيلا.